كابوس مؤكد. أنت مفسدة لملصق. هيا. أنا المتدرب البريدي أبو خدود. ما رأيك أن تكون المتدرب؟ اسأل نفسك سؤالا، كيف سيزيد هذا حب الأطفال؟ لا لا لا، هل استمعت إلي؟ الأمر طارئ أيها البطة المزعجة. هرر في أماكنها، ماذا يعني؟ أظن أن بوت تعاون معاً. أونغلابليش، يبدو أن المدرس المجنون كفاك تضييعاً لوقتي. سأتخلص منك. أوه، والأقل ما لدي. أوه، مؤكد لا تهينني. أوه، قنبلة أيها الطفل السعيد. أعرف القلق، حتى الغد حين أقضي عليك. أوه، فعل. هناك سر نسيت أمره ككرة مخط. تأخذ قيلولة. سر. أخبار؟ لا شيء، ليست لدي فكرة عن مخبئ أبو خدود السري. سلاما. حسناً يا تيم، علينا إيقاف بوتسي. صحيح بالتأكيد. وسط وتسلل خارج المنزل ليلاً. هذه التصرفات. طارده أيها الفتى تعصوكي. وما حل؟ ذلك ينقذ العالم. وظيفتك ونحمي المدينة من بوتسي. أجل، مرحبا. هوب يا عزيزي. لن يستيقظه، وكان يوما ممتعا. يعجبني تيم. استمعا، لا يجب أن نكتشف. لا تتركها أثرا. تخطي أذني الذئب السوبر الحساستين. أهلا، أنا الفراش هنا واسمي ليس جيمبو. ملهية أخرى، لكنها أردأ من التي فقدتها. دون شك. وتلقى. هاي أخي، انفجار كبير سيفضحنا. ووداعا للطفل الزعيم. دوري. أبو خدود حينما كنا أصدقاء. أول خطوة على سلم النجاح. ما هذا؟ نجمة إدارية ذهبية. لا أصدق. ثم ذات يوم. أتريدون أن نكتشف؟ دوام الصباح الباكر جدا سيأتي. تعرف علي. عملك عند مساء يا طفل. دوام الصباح الباكر جدا بعد نصف ساعة. علينا فتح هذه. إنها تدغدغ. أظن أنك تحب المقالب. خدعتك. حسنا، نطقا عن سببي. يفتح بقدرة التحمل وحده. أبو خدود يتحمل. أنا لم أرى ذلك. أوجدت الذي يعني؟ بوتسي وهرر هي من إقحام العالم في فوضى، وأنت تلعب بهرة. حسنا يا عزيزي. وأيضا غريب ما سبب؟ وقت الاجتماع؟ كلا يا صديقي، لن تحتال. الأطفال يبدون سخفاء، وهذا يقلل من حب. عمل رائع. أجل، واو، أسأت تذكر الأحداث. وبسي دودلي. يا فل، صادر كل مدياتهم. لوقتك هذا. من الذي قال إنني سأفصلك؟ قلت لن تعطني الآن. لا تحتاجين إذني. لا، هذه اللحظة. أنا سرر. أن أمركما سينكشف الآن. الطفل البدين، دعني أعرفك على القط السادس في مكانه. تملأ هذه البلدة فوضى. لقد ربط زمامي. أنا مشغول الآن. أنا من المخططات. أنا كبير البيت. تبطن هذه. وضع لك مضاد الدواري في الزجاجة. غلبك النوم. القناة الثامنة. مذيعة مشهورة في طائرة مليئة بالأطفال. الأبواب. اسمي ستيفان، ولما عبرت الطائرة السابقة 8 ساعات طويلة. كابوس للطفل.
جالسة لثمان ساعات بينما الضغط الهوائي أخر يصرخون ويبكون بينما الركاب محبوسون في أسة تجعل العالم يكره الأطفال. وتلك الرحلة هي هذه الرحلة هادئة. أوه هذا سيء صح؟ طائر جميل. إنه طائر. إن أن نفعل تامبلتون. أنا آسف أنا عديم جاني أبدا. تامبلتون جيمبو تزعج الآخرين كما تجعل الأطفال يبكون. آه روزفلت لما أنا هنا أساساً. الملهيات للضعفاء. ظننت الضغط الهوائي يؤلم الأذن فقط لكي يعرف من هي الرئيسة. تبين أنت المستيقظة. الزعيم نائم. الأمر كله فخ. ديو الطفل أبو خدود خطط للأمر لكنه في بيبي. ستيفان كما نطقته سابقاً أعرف أحياناً يصعب تذكر الأشياء. بكل تأكيد يا صغير. رحلة سعيدة. المضيف ربما في الدرجة الأولى. فقط لا تهلع. أنا عين خير. كلا لقد ما تدون. أوكي سأذهب. قطعت عمداً. أحدهم سرق ملهيته. لعنة. ماذا أفعل دون زجاجة أو ملهية؟ حاول أن جربي أنت. تفني يمثل الواقع. إن نمت الآن. الصف الخامس عشر. ماذا؟ أجل أخبرني بها. سمعت أن هناك قصة في الطائرة. ماذا؟ ليست علي طاعة ستيفان لأنني لا أعرف مصلحتي. ولا نفقد وظائفنا. لست أعلم. الجميع هادئ. لعدك فكرت فيهم قبل أن تبدو شهيا. لابد أن وإن كان معكم أطفال اليوم كم سيصبح؟ أخيرا وردتنا أنباء. أين هو؟ القادم للخلف الآن. ملهيات الأطفال. إلى اليمين. ترس يا صديقي فلدي مقعد مشاغبين محجوز باسمك. ما الذي توقعته؟ استسلامك هذا لأنك لست مل. أنا لا أقول يا سعدي. هل يهمك أمر بيبيكو؟ لم ينتهي الأمر. لقد كشفت. كنت محقة. أنا لا تهمني بيبي كور فيما يخص الرسوم. المضيء يجب أن تعود إلى مكانك فإن رأك العميل. حسناً يا صغيرتي لنبقى يا الأطفال. إلا إذا لم يكن هو العميل. بالضبط وأنا أريد الأفضل لابنتي الصغيرة. كلا هذا من أجل تسلسلي. لا أستطيع المقاومة. أولا إنها أخطار ورائحتها لذيذة وسيؤلم. عشرون تسعة عشر ثمان كما أعرف كيف أنطق ستيفان. دامك ثانية على الروح. فالرحلة قد انتهت. كنت برائع. وبيبي كورب وأذان الركاب أيضا. هذا عمل الرائع. لكل العاملين بالشركة. شعارات فعلا. إن أحب أيام السنة كلها لدي بجانب عيد ميلادي. على كل أغش. ولا أحد يعترض على ذلك. لعبة السنة ستكون هات للأكواب. سطح مكتب يتمدد. كرسي تدليك. يعقد مسابقة فقط ليفوز بجائزة كان جائزة الجميلة. أول من سيجدها سيكون هو الربح. ماي قبل المباريات. ألم تسمعني؟ أنا لن ألعب في وعرض أبي. وهكذا أستطيع هزيمة المدير. لا أحد. لا أنت. لا ماذا؟ حسنا أن قمت باللعب بمفردك. غير المرغوب به في كل مكان فمن أنا ليوقفه. حسنا
أوه، الروح المعنوية تسري في عروق. هيا 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 كيف استطعت أن تهزمني؟ توقفت مرتين فقط. برافو برافو برافيزيمو أيها الطفل الزعيم، فزتما في مسابقة هو الخروج بالجائزة من بيبي كورب للمنطقة الأمنية. يكون لدينا وقت للحاق بعرض أبي. الرأي رأيك. القليل من التصريحات من أجل القليل من امنع الطفل الزعيم من الوصول إلى غرفة القيلولة. قام بكتابة قصائد عن حبه لحفاظته الخاصة. هل على الخضراء؟ كيف تجرؤ على ذلك؟ أوف أبي، أعطى أوراق بأكملها. من وشبي؟ والآن أفضل. رائع، أحدهم كان يحتف. إخوة معا وحتى الممات. الأطفال ربما الجنة مظلمة. استخدمت الفتحة لإنقاذكما، بعدها أنقذتموني من الحشد. أخبرتك لن تفوز في كل المعارك، أحيانا يفوز المتنمر. نعم تورمت، أتوقف عن تعلم أغنيته. أبا يا رجل ذهبت مشايتي الثمينة. يا رفاق أحترم غاليا. لا لن أفعل ذلك. قضته. تقومين بتغطيتك من أجل ولدي. لما نقف بهذا؟ أسرع سيدي، ستزداد سرعتنا إن استخدمت قدمي. كن أنا تولي الخيانة، تلك المركبة تحتاج. كما أوقف أخاكم الخائن. أوه رائع، الآن جميعنا غضب، يجب أن نتعارض. جيمبو، ألا ترغب في وظيفة أهم؟ موحة، بإمكانك أن تصبحي أكثر من مجرد فتاة قوية. من هذه اللعبة نهاية ابدأ الرحلة. هيا يا رفاق، أثق بكما. يوم روح معنوية سعيد. تيموثي تيمبلتون. لا أصدق، ما الذي حصلت عليه يستحق. إلى الأعلى وعطيت مرتفع قد نسمعه أنا والصغير من غرفتينا. هذا أنا الطفل الزعيم. أنا أمر يا تتكيتو. يا سيدي، ألا تعاني حساسية من الحراس؟ لماذا؟ نقم؟ لا بد أنه أطفال يحبون القصص. حسناً، كما أخبرتك سابقاً تقلق، فإن أمي فقط كانت محرجة. لا بأس، كانت فكرة الطفل الزعيم وحده. تذكرت وقت الثأر قادر على إيقافه. انتظر، بل أنتقد ما يفعلونه. حسناً، دعني أخبرك ما عزيزتي، الكاميرات لا تبث. يا خبر، ارحل. أنت غاضب لأنني السبب. جيد، فل شركة التبني كان ثاملا. خرجت عن الموضوع. لحظة، أتظنني غاضبا لأنني محبوس؟ بل غاضب لأن الأمر لن يأتي معنا. حسنا، لقد قمت بمهمة أجل الجميع. أيا كان منصبك، أيا كان قسمك، أيا ماذا؟ سيدي، لقد أعطانا أماكنها. ونسوا بخدود، يبدو أن الهرة الرثة متجهة لهناك. هيا، المحافظ يعاني أزمة من الحساسية. أحضر الكاميرا. يا أيها الوحش، فات الأوان، أحتاج دقة. اجري اجري وألقي.
أحد شر هرة الجزء بانتظارك. أعتقد أن أحدهم يجب أن يدير الكهرباء. ربما بلدة بالماء. لا أريد شرب الحرار. لن يدخل الصين. كما ترون الهرار الستة لقد فشل تماما. ماذا تتوقع أن يحدث؟ من سيهدئهم حين يبلغ غضبهم منتهي السبب؟ والمحافظ لن يساعدهم. رجل باسل وسأحتل العالم. قضيت على أكثر من ذي قبل. كما أن سوالك ممتل. لقد فات تل. أنا لحظة أنا فقط لقد كنت الطفل الزعيم. لك طلبت منك أن ترحل. كن بالخارج. أظن أنه من شدة تركيز المساعدة أردت أن أقول شكراً. تيمبلتون هل سنوقف بوتي؟ أن الحب يغير كل شيء. إيكور لقد غيرت رأيي بشأن ياك ياك الطفل الرجل. لا يا خبر، هناك طفل في الشجرة. يجب ونسب المشاهدة. تعرف مهمتك، نلتقي هناك. وفي ظل أسوأ. أتظنك غلبتني؟ طفل بلا حيلة قد ينشرات لطفاء وقليلو الحيلة. وفي لحظة. هذا صحيح، لكن لم نكن نحن المقصد. أعرفك. يحتذوا بذلك. سررت بالعمل معك. كاليكو ستذهب مع أخي وإليك. صدقاني بشأن شر بوتسي كاليكو. غاضبان مدير التنفيذي الطفل أبو خدود. أحسنت عملا. إذن نحن أول. هل أنت مفصول أم لا الآلي؟ أنت مفصول وسوف تكون لك. اتفقنا. رسالة من مجلس. أحب السلطة أكثر من أي شيء. احتاج مديرا تنفيذيا جديدا. جلالتكم هذا. ما رأيكم أن